أحب كمان أن أنا أنتهز هذه الفرصة وأقدم التحية والاعتزاز إلى القوات المسلحة المصرية في مناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة. الواقع يا أحبائي والكبار فينا يقدروا يعرفوا الكلام ده، أن سنة 67 مصر تعرضت إلى نكسة خطيرة، وكلمة نكسة في حد ذاتها تشمل الفشل والهزيمة ومعاني أخرى كثيرة. وكانت النكسة دي سبب آلامات شديدة جداً مصر ظلت تعاني منها سنين وسنين، مش على المستوى العسكري بس، ولكن على كل المستويات. وأصالة الشعب المصري وأصالة قواته المسلحة وأصالة الشرطة الوطنية وأصالة الشعب في معدنه من 67 ل73، حوالي 6 سنين، مصر استعادت قوتها، واستعادت قوتها بمنتهى الانضباط ومنتهى التدقيق، ووضع الاستراتيجية للحرب اللي من أجلها استعادت مصر أراضيها. وهي انتصارات بالحقيقة لها جانبها العسكري طبعا مش كلنا بنعرف فيه، ولكن لها جانبها المعنوي، الجانب المعنوي فيها. أنا أيام حرب أكتوبر كنت طالب في الجامعة، وفاكر طبعا الأحداث بالضبط، وفاكر البيانات العسكرية اللي طلعت والأغاني الوطنية اللي طلعت، وفاكر تقدم مصر والأفكار المبدعة اللي قدموها ضباط مصر وجنود مصر وكل العاملين في القوات المسلحة في منظومة رائعة كانت نتيجتها إن مصر تعبر القناة وتقيم رؤوس للكباري على الضفة الشرقية، وإن مصر بهذه الخطوة الشجاعة جدا تستعيد الأرض، تستعيدها بالحرب وبالقوة، لكن أهم حاجة استعادتها مصر كانت الكرامة، الكرامة المصرية. واستكمل استعادة الأرض كلها سواء عن طريق المفاوضات أو عن طريق التحكيم الدولي لغاية أصغر بقعة وهي مدينة طابة، إن مصر تستعيدها وترجع أرضها كاملة، ما فيهاش ذرة تراب تضيع على مصر. دي إحساس بالكرامة الكبير جدا. عشان كده إحنا النهاردة صح بنهني القوات المسلحة، لكن بنهني نفوسنا إن في تاريخنا العظيم هذه الانتصارات المجيدة وهذه الروح العظيمة اللي تم بيها هذا العمل. طبعا احنا كلنا بنقراها كأخبار او بنعرفها كأخبار، لكن هي منظومة عمل ناجحة الى اقصى حد، ويمكن كل سنة يكشفوا حاجة من الحاجات اللي حصلت في هذه الحرب وتبين قد ايه التخطيط الدقيق والنتيجة العظيمة اللي حققها الشعب. باسمكم بنهني كل المصريين، بنهني القيادة السياسية، وبنهني الشعب المصري، وبنهني القوات المسلحة في هذا العيد. زي ما قلت لكم، هو استعادة للكرامة وتأكيد على أن الشخصية المصرية تستطيع، الشخصية المصرية تستطيع أن تعبر الأزمات. إن عدينا في أزمة كيف ما يكون نوعها، كيف ما يكون شكلها، لكن شخصية الإنسان المصري وعملنا جميعا معا نستطيع أن نعبر كل أزمة. إحنا بنشكر ربنا إن إحنا بنحتفل بهذه الاحتفالات، ونؤكد على التهنئة والاحترام والاعتزاز بقواتنا المسلحة وبكل من يعمل بأمانة وإخلاص في سبيل الوطن.
برضو عايز أقول إن في الثلاث أيام اللي فاتوا كان في مؤتمر تحت عنوان حكاية وطن، والمؤتمر ده حضروا السيد الرئيس وحضروه مسؤولين في كل القطاعات، وأنا حضرت في الجلسة الافتتاحية وتابعت بعض الجلسات عن طريق التلفزيون. والحقيقة في الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدم استعراض علمي وإحصائي رائع عن ما تم في السنوات التسعة الماضية. والاستعراض ده لما اتحطت الحاجات جنب بعضها واتشرحت والإمكانيات اللي تمت في مصر والإنجازات والمشروعات وكانت إيه وبقت إيه ونوعية المشروعات اللي تمت، وزي ما بيؤكد السيد الرئيس دائما أننا نسعى إلى بناء دولة. أحيانا الواحد لما بيجي يبني عمارة ولا يبني كنيسة بياخد فيها 5-6 سنين، مش كده برضو؟ ما بالك بقى بناء دولة محتاج سنين وسنين ومحتاج عمل وجهد وإخلاص. الاستعراض اللي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء استعراض أكثر من رائع، أدعوكم أنكم تتابعوا منه بعض الوقت، فيه ضروري موجود على اليوتيوب. والاستعراض اللي قدموه السادة الوزراء عن ما تم عليه فيك يا أرض مصر شيء يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الاعتزاز، ويدعونا جميعا إن احنا بنشارك وفي زمن نشترك في بناء دولة. وأحيانا الواحد يقول هي ليه مصر مش زي الدولة الفلانية، مش زي البلد الفلانية، بلاد كتيرة حلوة بنسافر لها وبنزورها وبنقعد فيها. مصر ممكن جدا تكون دولة عظيمة، وهي بالفعل عظيمة مع العمل الجاد، وزي ما تعلمنا كلنا التعبير الجميل من جد وجد، من جد واجتهد وجد. الطالب اللي بيذاكر وبيجتهد بيلاقي في الآخر نتيجة طيبة. وسع بقى المفهوم ده على مستوى الدولة بلا شك يأتي بثمر كبير. يكفي شيء واحد أحب أن أنا أقوله كلكم عارفينه يعني، لكن هو شيء أكثر من رائع، مشروع أو مبادرة حياة كريمة اللي أنقذت ملايين من الناس وما زالت عايشين أو عاشوا في العشوائيات. أنت في بيتك الحمد لله كويس ومستور عليك وعندك باب بيتقفل عليك، بتربي ابنك وبنتك في مخافة الله وربنا يبارك حياتك. في ناس ما كانش عندهم كده، في ناس ملايين عايشين في عشوائيات، وكلمة عشوائية دي كلمة مدمرة، لأن كل الضعفات الاجتماعية تطلع في وسط العشوائيات. عندما تقوم الدولة، مش القطاع الخاص، الدولة بمساعدة أولادها وتبني هذا الكم الهائل من مباني حديثة ومدن حديثة عشان تقوي الذين كانوا يعيشون في المناطق الضعيفة هذه، بلا شك ده إنجاز رائع. مش هيبان نتيجته النهاردة، الولد أو الطفل أو البنت اللي بيتربى في وسط عشوائيات بيطلع مشوه نفسيا، لكن اللي بيتربى تربية صحيحة بيطلع مواطن صالح. ما تنسوش إن هذه المبادرات زي حياة كريمة وغيرها أنقذت ملايين من الناس في ضعفات، في صحتهم، في معاشتهم، في تعليمهم. صحيح ما وصلناش لحد الكمال، ولكن مصر ماضية في هذا الطريق. عشان كده مؤتمر حكاية وطن الحقيقة قدم ملخصات جميلة على ما تم. بنشكر ربنا على ما تم، وبنصلي من أجل الاستكمال، استكمال هذا العمل، وبنساهم فيه وبنشارك فيه وبنجتهد فيه
وبنكون كلنا أمناء من أجل خاطر الوطن. أبتدي وياكم التأمل بتاعنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ جزء من إنجيل معلمنا متى إصحاح 14 وعدد 14. لما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى وابتاعوا لهم خبزا طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان. فقال: ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنت ابتديت من كذا أسبوع أتأمل وياكم في صلوات قصيرة بنصليها في القداس الإلهي، وهي مأخوذة من صلوات القداس الغريغوري. والصلوات القصيرة دهية فيها جزء عام لكل حياة الكنيسة، وفيها جزء خاص بيخاطب قطاع قطاع من شعب الكنيسة. بتبتدي الصلوات دهية بالعبارة: نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، وحدانية القلب فلتتأصل فينا، لينمو بر الإيمان، سهل لنا طريق التقوى، الرعاء اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. دي كلها طلبات عامة شرحناها، وابتدينا في شرح والتأمل في الطلبات الخاصة. خاصة يعني ايه؟ يعني بتخص قطاع من الشعب من المؤمنين. فأول حاجة، أول طلبة كانت: أعطي بهاء للإكليروس. والإكليروس المقصود بيها الأباء الأسافة، الأباء الكهنة، الشمامسة. أعطي بهاء للإكليروس، ده القطاع الأول. القطاع الثاني: نسكن للرهبان والراهبات، قطاع الرهبان والراهبات. القطاع الثالث: صلاحا حياة طهارة للذين في البتولية. وطهارة للذين في البتولية قلنا ده قطاع الشباب والشابات اللي هم ما قبل سن الزواج. واللي بعديها حياة صالحة للذين في الزيجة، ده قطاع الأسرة، الأسر والمتزوجين. بعد كده رحمة للتائبين أمننا فيها. والنهاردة هنتأمل في قطاع رابع، وهو قطاع صلاحا للأغنياء. كنيسة بتصلي صلاحا للأغنياء. وفي المرات الجاية هيبقى في وداعة للفضلاء، معونة للمساكين. بنتكلم النهاردة عن صلاحا للأغنياء. طبعا موضوع الفلوس وموضوع الغنى وموضوع الفقر من الموضوعات اللي بتشغل حياة الإنسان جدا، مش حياة الإنسان بس وحياة الدول. الجزء اللي أنا قريته النهاردة عبارة عن جموع متجمعة بيسمعوا كلمة الله، ثم امتد بهم القعدة فابتدوا يحتاجوا طعام. فالمسيح قال لهم قدموا لهم أكل. الكلام ده كان في مناطق شبه صحراء. فقالوا له: ما عندناش غير 5 أرغفة وسمكتين.
إذهر كانت دي وجبة موجودة ويا طفل أو غلام من الحاضرين. خدوها التلاميذ خدوها وقدموها السيد المسيح فباركها. بارك هذا القليل فصار كثيرا. وابتدوا الناس يقعدوا بمجموعات ويتوزع عليهم هذا الطعام اللي من 5 أرغفة وسمكتين. وكانت النتيجة أن الجميع أكلوا وشبعوا. مش كده وبس. وفضل عنهم 12 قفة من الكسر. كان سمك وعيش وعلى الأرض وخدوا بنظام من 5 أرغفة والسمكتين. وكانت هذه معجزة البركة أو معجزة الشبع. الغنى المقصود به أساساً هو البركة. يعني الولد الصغير اللي قدم 5 خبزات والسمكتين كان إنساناً غنياً برغم اللي في إيده ده قليل. لكن عندما تبارك صار كثيراً. بنقرأ في الكتاب المقدس عن المرأة صاحبة الفلسين. كان زمان العملة معدن وصندوق العطا معدن. فكان لما العملة الصغيرة تلاقي دايرتها صغيرة والعملة الكبيرة تلاقي دايرتها كبيرة. ما كانش فيه فلوس ورق زمان. فكان يمسك الشخص، كانوا عاملينها هواية، لما يجي الواحد يحط في الصندوق يقوم والعملة نازلة تعمل صوت. إن كانت صغيرة تعمل صوت صغير، وإن كانت كبيرة ترن. فكان في ناس هوايتهم يقعدوا يقولوا إيه، ده حط كتير، ده حط قليل، ده ما حطش، ده حط كده. فصاحبتنا بتاعت الفلسين، ودي عملة بسيطة جدا يكاد يكون مالها صوت، ولكن عندما وضعتهم لأنها من أعوازها قدمت، يقول لنا الكتاب في الوقت ده قال كده إن انظروا كيف أعطت، كيف قدمت. كلمة غنى أو أغنياء أحيان ترتبط في ذهننا بالمال، ولكن عايزك تعرف إن في أنواع من الغنى أخرى. فمثلا عندنا إنسان غني بالحب، عنده طاقة حب، ده واحد غني. وعلى رأي بولس الرسول يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن، صرت لا شيء. واحد غني بالحب. وفي واحد تاني غني بالعطاء، حتى لو كان اللي عنده قليل لكن عنده الروح نفسها، روح العطاء. يقول لنا كده على المرأة صاحبة الفلسين: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، أما هذه فمن أعوزها، من أعوزها، من الحاجة اللي هي محتاجاه قدمها. وفي واحد تاني غني بالإيمان، إيمانه قوي زي ما كانوا الكورال دلوقتي بيتكلموا، والكنيسة كنيستي القبطية القوية والتاريخ بتاعها والشهداء اللي قدمتهم. واحد غني بالإيمان. ويقول لنا كده: أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة للملكوت. وهنروح بعيد ليه؟ ولادنا اللي استشهدوا في ليبيا من كذا سنة وكانت على مرأة من الجميع، كانوا أغنياء في الإيمان برغم أن هم من أسر محدودة خالص. وفي واحد غني بكلمة ربنا، تلاقي الوصية في لسانه وفي حياته باستمرار. واحد غني، مش غني بالمعرفة، غني بالوصية،
عايش الوصية، وفي واحد غني بالستر، والستر ده غناء عظيم. على رأي الأجداد يقول لك إيه أهم حاجة يا ابني؟ الستر والصحة، الستر والصحة. ده بيفكرني كمان بالعبارة المشهورة على القديس الأنبا برام صديق الفقراء، يمكن تكونوا سمعتوها في الفيلم بتاعه، يقول لا حزنة ولا عزنة. لا حزنة إن الحيازة عند الإنسان ويفتخر بيها والغنى بالفلوس، ولا عزنة ما عزناش حاجة، فالله بيسترها على الإنسان. لكن لازم نعرف إن في التاريخ الكتابي وفي التاريخ المسيحي كان يوجد أغنياء كثيرين وكانوا قديسين. يعني مش القداسة مرتبطة بالفقر، لا، ده في أغنياء قديسين. إبراهيم أبو الآباء كان غنيا وورث ابنه إسحاق، وإسحاق ورث ابنه يعقوب. يوسف الصديق، أيوب الصديق، دانيال كان في منصب وزير، دانيال النبي، سليمان الملك والحكيم الذي كان أغنى أغنياء الأرض كلها، داود الملك، متى العشار، أكيلا وبرسكيلا في تاريخ القديس بولس الرسول كانوا تجار وكانوا أغنياء وكانش عندهم أبناء. يوسف الرامي كان من الأغنياء. كثيرين كثيرين في التاريخ المسيحي. الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان اللي اسمه كنيستكم كان غنيا، أسرته كانت تمتلك 300 فدان من أجود الأراضي الزراعية. الكلام ده طبعا في القرن الثالث والرابع الميلادي. أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ماكسيموس ودوماديوس من الأغنياء. الملكة أنا سيمون إحدى القديسات السائحات، الملكة هيلانا، الملك زينون، المعلم إبراهيم الجهري. ده دي مجرد عينات كده وأسماء بذكرها قدامكم. قديس أغسطينوس له عبارة جميلة قوي بيقول: ليس الشر في أن يكون لديك ممتلكات، بل في أن الممتلكات تمتلكك، هي اللي تتحكم فيك. ولما نيجي نصلي ونقول صلاحا للأغنياء، كلمة صلاحا ده هي اللي هي ممكن نسميها باللغة الحديثة التدبير الحسن. التدبير الحسن لازم نعرف كلنا المبدأ الذي قدمه الكتاب المقدس وقال كده: محبة المال أصل لكل الشرور. بس خدوا بالكم، محبة المال مش المال. المال ده نعمة من عند ربنا، يا رب تكون النعمة دي عند كل الناس، لكن هي نعمة. لكن محبة المال أصل كل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ده القديس بولس الرسول وضع لنا المبدأ ده. لكن كلمة صلاحا للأغنياء، الصلاح صفة من صفات الله. لما راح الشاب الغني للمسيح وقال له كده: أيها المعلم الصالح، فالمسيح رد عليه وقال له: ليس صالحا إلا واحد، هو الله. فتصور بناخد صفة إلهية وبنوصف بيها طلبة الأغنياء صلاحا للأغنياء. يعني إيه صلاح؟ أحكي لك معنى كلمة صلاح في الحروف بتاعتها. حرف الصاد معناها الصدق، إنسان صادق، السالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين يسقط في أحدهما. سفر الأمثال بيقول لنا كده. صادق يعني إنسان مستقيم.
بيقولوا كده الراجل يتربط من لسانه لما يقول كلمة على رقبته. وده طبعا الصلاح أو الصدق ده لكل إنسان مش للأغنياء بس. بس أحيانا الإنسان ما يكونش مستقيم، ما يكونش صادق ويا الكل. لكن هذا الصلاح اللي بنتكلم عليه للأغنياء أن يكون إنسانا صادقا ولا يكسب ماله بطرق ملتوية، عشان كده يبقى فيها بركة، يبقى فيها بركة لأنه كان مستقيما في التجارة بتاعته، في الصناعة بتاعته، في العمل بتاعه، في المشروع بتاعه، أي عمل بيقوم بيه صدق. حرف اللام مقصود به اللين، اللين يعني الرحمة، الرحمة يعني إنسان ما هوش صاحب قلب قاسي. ما تنسوش يا إخوتي الأحباء أن الله قال لنا لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، إما الله وإما المال. يعني المال اتحط في مكانه كأنه إله وهو بالحقيقة صنم. فالإنسان كلمة صلاح يعني إنسان قلبه رحيم، والقلب الرحيم ده هو قلب لا يعرف الغلظة، وهذا القلب ممتلئ رحمة وحنانا. ويمكن كلكم فاكرين المثل اللي قدمه المسيح عن الغني ولعازر. الغني كان يسكن قصرا عظيما، ولعازر قاعد زي كأنه إنسان فقير شحات قاعد على باب القصر، ولم يجد إنسان يسنده، فكانت الكلاب تأتي وتلحس جروحه. منظر صعب جدا، مش لاقي حد يجيب له دواء ولا يجيب له مرهم ولا يطبطب عليه حتى، رغم أنه أمامه قصر كبير وساكن فيه لعازر. وكانت النتيجة ساكن فيه الغني، كانت النتيجة أنه لما تبدل الحال وراحوا هما الاثنين السماء، كان الغني في مكان وكان يشتهي أن يأتي أي إنسان حتى لو كان هذا الفقير اللي أهمله، ويجي يبرد بطرف أصبعه لسان هذا الإنسان الذي يتألم. لين، شخص لين. خد بالك إن المال أحد أعراضه اللي بيعملها في الإنسان ينشف القلب، خد بالك، عشان كده قال محبة المال أصل كل الشرور. الحرف الثالث حرف الألف معناه الاكتفاء، الاكتفاء. في واحد ربنا يحفظكم بيعيش في الطمع، في الجشع. احنا مثلا في أزمة اقتصادية، الأزمة دي في العالم كله، موجودة في كل العالم، واحنا متأثرين بيها قوي خالص، والأسعار بتعلى جدا، والأسعار اللي بتعلى ده هي مأثرة على كل بيت. وأحيان في أحاديثكم الشخصية لما بتقعدوا مع بعض يبقى نقول ده كيلو الكذا بقى بقد إيه، وكيلو السكر بقى بإيه، وكيلو البصل بقى بإيه، وبقت الحديث بالشكل ده. جزء من هذه الأزمة جشع بعض الناس وأنانية بعض الناس. كلكم تعرفوا في الحرب العالمية الثانية أيام تشرشل، في الحرب العالمية الثانية كانت السوق في بريطانيا لا يوجد فيها أي بروتين حيواني غير البيض، فكانوا بيدوا بيضة واحدة للأسرة كل أسبوع. طبعا أنا بحكي حكاية حصلت، ما بقولش إن ده اللي يبقى قدامنا، لكن عشان نعرف التاريخ في إيه. وطبعا البيضة الواحدة دي هتعمل إيه، فاخترعوا قطعة البيض. عارفين القطعة اللي بتقطع البيض تعمله كده سلايز عشان تبان البيضة إنها كتيرة،
ثم تحطها في الطبق كده تلاقي دايرة بيضة وجواها دايرة صفرة، واحدة واثنين وثلاثة وعشرة من بيضة واحدة عشان تكفي الأسرة. في أيام الأزمات، في أزمات تحصل، وأيام الأزمات لازم الإنسان يواجهها، ويواجهها بالإيه؟ بالتدبير الحسن، بالتدبير. فهنا كلمة الاكتفاء حاجة مهمة جدا، إن الإنسان يكون مكتفي جواه، ما فيش في حياته الجشع ولا الأنانية ولا الانفرادية ولا يلا نفسي خالص. في ذات يوم جلس الملك هيرودس وقالوا عليه يا ده صوت إله مش صوت إنسان. اسمع الإنجيل بيقول عليه إيه. في يوم معين لبس هيرودس الحلة الملكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. تجبر. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. عشان كده الاكتفائية مهمة جدا في معنى صلاحا للأغنياء. الحرف الأخير حرف الحاء، وهو يعني الحكمة، حكمة التصرف. يوحنا ذهبي الفم بيقول برضو عبارة من عباراته الذهبية، يقول كده ليس هناك أي خطيئة في كونك غنيا، ولكن أن تكون غنيا بدون عقل. ذهبي الفم في القرن الرابع الميلادي. ليس هناك أي خطيئة أن تكون غنيا، ياريت كل الناس يبقوا أغنياء، لكن هي طبيعة الحياة، طبيعة الحياة كده، في درجات متفاوتة. ليس هناك أي خطيئة في كونك غنيا، ولكن أن تكون غنيا، ولكن الخطيئة أن تكون غنيا بدون عقل. عارفين زي إيه؟ زي الغني الغبي. الغني الغبي ربنا فتح عليه، بس الكتاب بيوصفه غبي بدون عقل. يقول لنا كده بعد ما ربنا فتح عليه وعطاله نتاج كتير وثروات كتيرة، قال أحسن حاجة إن أنا أهد مخازني وأبني مخازن أعظم منها. طب في المخازن العظيمة دي هتعمل إيه؟ هتاكله لنفسك؟ هتعيش بيه لنفسك؟ طب ما في ناس محتاجة، طب ما في ناس تعوز إنك تقف جنبها. يقول لنا الكتاب إيه؟ إنه كانت النتيجة إن يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك، تنتهي حياتك. هد المخازن يا عم واملي مخازن كبير، تستفيد ايه؟ قديس غريغوريوس النزيانزي، بلد اسمها نزيانزا، القديس غريغوريوس برضو قال عبارة من عباراته الجميلة، الثروة ليست شرا، ولكن هي شرا إذا استخدمت بشكل طمعي وجشعي، يعني بالطمع والجشع. ودي نقط مهمة جدا في معنى كلمة صلاحا للأغنياء. يعني أنا لو حبيت كده أعمل لك مقارنة صغيرة قوي في ذهنك ما بين الغني الغبي اللي قال كلي يا نفسي واشربي عندك خيرات كثيرة لسنين عديدة، وبين الطفل اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين. حطهم كده قدامك وتخيلهم بذهنك. الرجل الغني ده عنده مال كتير بركة، وجمع كتير، وجاله ثروة كبيرة، حلو خالص، لكن فكر لنفسه بس، وكانت النتيجة أنه أخذ لعنة. طب الطفل الصغير، الطفل الصغير كان وياه أكل على قده، وبرغم كده الأكل عدو ده قدمه أعطاه،
وفكر في الآخرين في الجموع اللي موجودة اللي بدون طعام، وكانت النتيجة إنه أخذ بركة، وده فرق كبير قوي بين الحالتين دول. علشان كده تعالوا نحط، مش احنا اللي هنحط الخطة دي، لكن القديس بولس الرسول حطلنا خطة رائعة تحت عنوان صلاحا للأغنياء. قال كده في رسالة تيموثاوس الأولى في الإصحاح السادس، وهو بيتكلم عن الأغنياء إزاي القديس تيموثاوس يتعامل وياهم. اسمعوا الفقرة دي وياي. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. حاجتينهم، أوصي الأغنياء إنه ما يعملوش الحاجتين دول، لا يستكبروا، لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ومش عشان ربنا عطلك قرشين تنسى اللي حواليك وتنسى أسرتك وتنسى قرايبك وعلاقتك مع أخواتك تتوتر. أن لا يستكبروا، نمرة واحد. نمرة اتنين، لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. اوعى ترمي رجاءك على القرشين اللي وياك. يعني ربنا يحفظ بلادنا ويحفظكم جميعا. اللي حصل في السودان ايه؟ ما هي بلد جنبنا، مش كده؟ البيوت اتنهبت خالص وراحت، وحاجات كتيرة بهذه الصورة، وبلاد كتيرة بيحصل فيها كده، وفي الحروب اللي بنسمع عنها. عشان كده لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. الرجاء على ربنا بس، الشيء الوحيد، الشخص الوحيد الثابت هو إيمانك بالله. عشان كده ما تفتكرش ان غناك هو سندك. ممكن يضيع في لحظة. يقول لنا كده في سفر الجامعة، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. وهنروح بعيد ليه؟ في الآية اللي كلنا حافظينها، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نفسك أهم من قرشك، نفسك أهم من قرشك. وإن خسرت نفسك طب إيه اللي هيحصل بقى؟ تستفيد إيه؟ فهنا حط قدامك الحاجتين دول، ما تعملهمش، لا تستكبر ولا تلقي رجائك على مالك. طيب دي أول حاجة. حاجة التانية بيقول بقى ده القديس بولس، بيقول لنا، بيوصي تلميذه تيموثاوس، لا يلقي رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. طب ويعملوا ايه بقى؟ يعملوا اربع حاجات. اول حاجتين ما يعملهمش، الاربعة بقى اللي يعملوه. ان يصنعوا صلاحا. اتنين، ان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء. ثلاثة، أسخياء في العطاء، إنسان سخي. وأربعة، كرماء في التوزيع. تعال أشرحهم وياك. الغني في حاجتين ما تعملهمش، الأربع حاجات اللي تعملهم. أول حاجة، يصنع صلاحا. خلي مالك ده يصنع صلاح، اوعى تستخدمه في حاجة وحشة. كلمة وحشة دي كلمة كبيرة، لا وحشة على المستوى الصغير ولا وحشة على المستوى الكبير. استخدم مالك في عمل الصلاح. تاني حاجة اعملها، ان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة. يعني مثلا انت لما بتحب تقدم من مالك، بتقدم لإخوة الرب،
وده شيء حلو خالص. بتقدم لمشروع زي مشروعات الكنيسة شيء كويس خالص. ولكن لازم يتسع ذهنك لحاجات كتيرة في الكنيسة موجودة لازم تاخد بالك منها. هديكم مثال، يعني مثلا في قنوات تلفزيون احنا موجودة، القنوات الفضائية المسيحية ده، هي في قناة منهم اسمها قناة كوجي، دي للأطفال، دي قناة بتساهم في تربية الأطفال، معظمكم يكون شافها طبعا أو ولادكم أو أحفادكم قعدوا قدامها. قناة زي القناة ده هي بتجيب دخل منين؟ هل أنت فكرت في يوم تقدم تبرعك من أجل عمل القناة دي علشان خدمة أطفال على مستوى مصر ومستوى العالم كله؟ هل فكرت في كده؟ ما هو ده مجال مهم جدا. يمكن ربنا يحرك قلبك في هذا المجال ده، كأنك بتتبرع لفصل مدارس أحد، ده مجال تاني من مجالات الأعمال الصالحة اللي ممكن تعملها. عندنا كليات إكليريكية، كليات لاهوتية، معاهد تعليمية في الكنيسة. المعاهد ده هي صاحبي اتعمل لها الرسوم، لكن الرسوم دي ما تغطيش مصاريفها. هل فكرت انك تساعد الإكليريكية في اي مكان، تساعد معها التعليمي كنسي؟ هل فكرت انك تساعد في نشر بعض الكتب او الابحاث اللي ممكن تتقدم؟ ما دي اعمال صالحة. طيب هل فكرت انك تتبنى ان واحد يروح بعثة، نبعته بعثة برة، والبعثة دي عايز على الاقل بوكت ماني، على الاقل السفر بتاعه، على الاقل المعيشة بتاعته؟ هل فكرت انك تساعد في هذه البعثات؟ فهو بيروح وبيتعلم وبيرجع يفيد. هل فكرت في حاجة زي كده؟ وسع الرؤية، وسع الرؤية. ودي زي ما بيقول لنا بولس الرسول، أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، والأعمال الصالحة لا تنتهي. عندنا مشروع اسمه مشروع بنت الملك مثلا، ده في بعض الأماكن الضعيفة البنات ما بتعرفش تتزوج لأن ما عندهمش أي دخل، فابتدينا نفتح لهم دفاتر توفير صغيرة، والدفتر التوفير ده نحوش فيه شوية بشوية لكل بنت لغاية ما يجي سن زواجها يقوم يبقى مناسب خالص، وياها مبلغ تقدر تبتدي بيه بيتها. فكرة. وهكذا أفكار كثيرة جدا 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 أحبك أنك تحطها قدامك وإنت بتصنع أعمال صالحة. يقول كده، أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة. نمرة ثلاثة يقول لك أن يكونوا أسخياء في العطاء، أسخياء في العطاء. يعني وإنت بتستخدم مالك اللي صلاحا للأغنياء تكون إنسان سخي، وهذا السخاء يعود بنعم كبير عليه. أنا فاكر واحد من الآباء، الأباء الأسقفة أو المطارنة اللي راحوا السماء، كان بيقدم في إبرشيته العشور، عشور الكنائس كلها يقدمها لخدمات متعددة في أماكن كتيرة في مصر. وبعدين لقى لما عمل الفكرة دي لقى أن ربنا بارك العطاء عنده، فقال طيب ما خليها 20%، بلاش 10%، وابتدى يعمل كده. دي كلها أفكار بتبين كيف يكون الإنسان سخي. عندما تكون أنت سخيا الله سيكون سخي معك أيضا، مش بس في المال ولكن في أشياء كثيرة خالص. ونمرة أربعة، يعملها الإنسان كرماء في التوزيع، كرماء، إنسان كريم. وده لفظ كريم، لفظ جميل، يعني يكون كريم في التوزيع.
الأفكار دي كلها أمام الإنسان تشملها كلمة صلاحا للأغنياء، يعمل الأربعة دول، يصنع صلاحا، يعمل أعمال صالحة، يكون سخي في العطاء، ويكون كريم في التوزيع. وكل ما أنا فاكر مرة إن في خدمة من الخدمات كنت لسه بادئ الخدمة، فجي حد يسأل على حاجة، فقلت له ما فيش. فجه أب كاهن كده مبارك كبير، يعني كنا بنتلمز على أديه، فقال لي ما تقولش كلمة ما فيش، لأنك لو قلت ما فيش هيبقى ما فيش، تقول طب تعالى بكرة ويمكن الحاجة دي تكون موجودة، أو الحاجة دي هتجينا مثلا بعد يومين كده، لكن ما تقولش كلمة ما فيش. تعليم صغير خالص. آخر حاجة هنا، وده نظرية بولس الرسول اللي قدمها لنا في صلاحا للأغنياء، حاجتين ما يعملهمش، أربع حاجات يعملهم وبعدين يحط قدامه هدفين مهمين. قال كده: مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. يعني هو بيشتغل النهاردة، بيقدم النهاردة، بيعمل النهاردة، مدبر صالح فيما في يده، بيحط أساس صالح للمستقبل. والحاجة الثالثة لكي الحاجة الثانية لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. في آية حلوة من الآيات الجميلة في مزمور 42 بيقول كده: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. آية من الآيات الجميلة قوي وممكن تتأمل فيها. طوبى لمن يتعطف على المسكين، والمسكين ده بقى أشكال وألوان خالص. يعني حتى لما بنشترك في المبادرات اللي بتتم، وزي ما قلت لكم في أول الكلام في حياة كريمة، وانت بتقدم انت طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. واقرأ بقية المزمور هتلاقيه جميل خالص في معانيه. فنمرة واحد: ادخر أساسا للمستقبل. والحقيقة يوحنا الذهبي الفم له عبارة جميلة قوي من ثلاث كلمات، قال كده: الفقراء حراس الملكوت. الفقراء حراس الملكوت. طبعا كلمة فقراء هنا مش معناه واحد واقف على في حتة وبيقول لله. كلمة الفقراء دي كلمة واسعة جدا. الإنسان اللي مش عارف يسعلم ابنه ما ده يعتبر فقير، الإنسان اللي مش عارف يتعالج ده يعتبر فقير، وهكذا. وآخر حاجة هنا يقول لك لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يعني أنت أيها الغني لكي ما يكون عملك صالحا انظر دائما إلى الحياة الأبدية، امسك في الحياة الأبدية. ويقول كده: الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. الرجل الأمين كثير البركات. خلي قدامك دايما نصيبك في السماء، خلي حياتك دي كلها تنظر إلى الله. الله أعطاك نعم، فكن مدبرا حسنا في ما أعطاه الله ليك، اخدم بيه، عيش بيه، فرح آخرين بيك. ودايما الفرح يأتي للإنسان عندما يعطي وليس عندما يأخذ. الإنسان الذي يعطي يستطيع أن يفرح ويفرح آخرين معه. الجزء ده جزء جميل خالص اللي قاله لنا بولس الرسول في رسالته الأولى لتيموثاوس إصحاح 6 من عدد 17 ل 19، اللي هو كيف نتعامل مع الغنى. حاجتين ما عملهمش، أربع حاجات أعملهم واثنين أحطهم قدامي. يعني ممكن نسميها كده كأنها خطة 2-4-2، اثنين ما عملهمش وأربعة أعملهم واثنين أحطهم قدامي وأمسك فيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.